Nikolina Kolombos. مرحبا سعيد شراط نائب رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتيه والاسيا المشتركه ومدير الدوره 17 لكاس محمد السادس الدوليه. كما كتشوفوا هذه البطوله هذه كتجي فواحد الاجواء رياضيه كبيره، لان استطعنا باش اولا باش نحتضنوا واحد امتحان دولي في التحكيم اللي كان يوم 7 8 9 10 من ماي، واللي جمع اكثر من 400 مشارك اللي جا حضر فيه، واللي كانت حصه الاسد من الناجحين كانت عندنا حنا، بانه استطعنا باش الحمد لله يكونوا دابا يتزادوا 20 حكم ذكر واناث تزادوا للترسانه ديال الحكام. كذلك دابا البطوله بدات هذه اليوم الاخير، نحن في اليوم الاخير لاصدار السيطره على هذه البطوله، وراك شفتوا الحمد لله التنظيم راه هائل، شفتوا تحت الله كذلك الابطال ما خيبناش ربي سبحانه وتعالى، انا استطعنا باش نعتلوا منصه التويج على الرتبه الثالثه هناك بفضل شيماء الحيطي ونسرين بروك وجينا عبد العالي، وما ننساوش نسرين بروك وجينا عبد العالي وخانه الذاكره. كذلك هناك الثالث لم اتذكر لانه توا حتى المنصه التتويج، والحمد لله كتشوفوا الوفود كلها فرحانه، واللي تذكر فقط ان بطوله دازت قويه، انها جمعت فقط ال 400 ديال المشاركين اللي هما مصنفين في الصفوف 30 الاولى عالميا. يعني احنا كلنا عارفين بان الابطال ديالنا غادي يلقاو ابطال عالميين في رياضه الكاراتيه، راكم شفتوا تبارك الله اليابانيين المصريين في كل بقاع العالم كلها تحضر هنايا، والاجمل في هذه البطوله هو ان الجامعه كما عودت الجميع كتقيم واحد القريه سياحيه ثقافيه رياضيه اللي كتعرض فيها جميع المنتجات لكل ما كيحتاجه الزائر من تيقول من ثقافه وتيقول عادات التقاليد المغربيه، واللي الحمد لله هي مفخره للبلاد ديالنا. لما لا؟ وهاد الدوره كتحمل الاسم تاع سيدنا الله ينصرو، نتمنوا التوفيق ان شاء الله للمنتخب ديالنا فيما هو قادم. السلام عليكم، معكم نسرين بروك لاعبه المنتخب الوطني لوزن اقل من 68 في رياضه الكاراتي. كان لي شرف نمثل بلادي في هذا ليفينمون هذا اللي هو دوري محمد السادس، وقدرت الحمد لله نحرز على تخوازيام بلاص رغم البطوله كانت قويه وصعيبه حيت كانوا غير المصنفين العالميين، والحمد لله انا من 10 الاولى وقدرت نتفوق ونجيب لا ميداي، وكما شفتوا ماشي بسهوله هذا الشيء، وكنشكروا السيد الرئيس محمد مقتبل على كاع المجهودات اللي كيدير معنا باش نقدروا نشرفوا بلادنا احسن تشريف في اي ايفيمون في اي دوري. التنظيم ديما معروف انه تبارك الله احسن تنظيم كيكون في العالم في رياضه الكاراتيه هو هذا ليفيمون ديال الرباط، وكانت البطوله كي قلت لكم قويه وصعيبه بزاف، ولكن الحمد لله قدرنا نشرفوا بلادنا. الدروي عبد الكبير مدرب المنتخب الوطني تباري، بالنسبه لنا حنا كستاف تكنيك ولا كستاف تكنيك شاب مغربي، هذه النتائج كانت جيده الحمد لله، اربعه الميداليات ما جاش بالسهل، واحد الخدمه اللي خدمناها بزاف بزاف، التضحيات اللي كانوا من طرف هاد الابطال هادو، ولا حتى الجامعه المغربيه للكاراتي اللي كتعاوننا بكاع داك الشيء اللي كنحتاجو، ولا السيد الرئيس اللي كيدعمنا بزاف. بالنسبه لنا حنا كنتائج هذه في هذه البطوله العالميه هذه كانت اقوى من بطوله العالم، جميع الابطال المصنفين عالميا كانوا حاضرين، والحمد لله حتى الابطال الجنوبيين على علو الكعب ديالهم في هذه البطوله هذه، بالنسبه لنا حنا النتيجه مزيانه وان شاء الله الخير جاي لقدام. بالنسبه لنا حنا المستوى ديال البطوله كان مستوى رائع، حتى الابطال ديالنا بينوا على علو الكعب ديالهم واحد المستوى اللي كان جيد. سالتيني واش راضيين على المستوى، الحمد لله مستوى رائع، ومازال خاصنا الخدمه، مازال غنزيدوا الخدمه ان شاء الله باش يكونوا نتائج جيده، حيت عندنا بطوله افريقيا كاينه ان شاء الله في شهر 8 كنوجدوا لها، وفي اخر السنه غتكون بطوله العالم باش تكون واحد النتائج جيده ونرفعوا الرايه ديال البلاد. بالنسبه للتنظيم حنا كل سنه راه حنا عارفين المغرب من احسن التنظيمات اللي كيكونوا في العالم، وكاع الدول كيفرحوا ملي كتكون البطوله هنا كيحاولوا يجيو بكثافه لان مستوى رائع في التنظيم. Thank you very much. Congratulations, Bill Kata, Lomo Shombre, Hong Kong, China. We have a lot of people here coming up now.
all the smiles. Thank you very much. A lovely picture. Thank you. Thank you and congratulations. Green Brood, Morocco. Elena Sierra-Lunera, Ukraine. بالرباط ما كانتش البطوله سهله، كيجيو ليها توب 32 في العالم كامل، وباش انك تقدر انك تحرز ميداليه وسط 32 راه ما سهلاش. والحمد لله المغرب ديالنا من احسن البطولات اللي كيتقاموا فيه، لا من ناحيه ديال التنظيم لا من ناحيه ديال اي حاجه، كل شيء مزيان فيه، وسيغتو الجمهور تبارك الله اللي وقف معنا وساندنا، اللي كان عنده حتى هو كانت عنده بصمه في هذا النجاح هذا. كنبغي نشكرهم بزاف، وان شاء الله كنتمنى القادم افضل ان شاء الله. كيف كانت المنافسه؟ كيفاش كانت التجارب؟ المنافسه كانت صعيبه بزاف، كيف ما كتشوفوا راه توب 32 في العالم، وباش انك تقدر تطلع في بوديوم راه ما سهلاش، وكدوز بزاف ديال الدورات اللي هما صعاب، وكل دور كينسك في دور، يعني راه ضروري خصك بزاف ديال لي زونترينمون، بزاف ديال التعب باش انك تقدر تطلع البوديوم في هذه البطولات هذه. الاسم ديالي جينا عبد العالي. جينا عبد العالي.